اللي ممكن اكلها في الاكل، انا ممكن اكل تاج تراي ستار جليسرول، ممكن اكل فوسفوليبيد، ممكن اكل جلوسيرول، ممكن اكل فات بروتين فايبر. يا ترى لازم اكل ليبت او من الممكن ان استغنى عن الليبت؟ لازم اكل ليبت. الليبت شغاله سورس اوف انرجي، الجرام بس ليبت بيطلع 9.3 كيلو كالوري. بس ده اي كلام، مش حاجه مهمه قوي، لان الليبت تشتغل سورس اوف انرجي بس وقت الفاستنج. لكن لازم اكل ليبت عشان حاجتين، لازم اكل ليبت عشان الفات سولوبل فيتامينز، لا فيتامين كي اي دي اي، لازم اكل فات عشان قادرهم، وكمان لازم اكل فات عشان اخد الاسينشال فاتي اسيد. والاسينشال فاتي اسيد حاجتين، الفا لينولينيك، الاسينشال فاتي اسيد الفا لينولينيك وكمان لينوليك. فات جميل. ايه اهم ليبتس انت اكلتها؟ اهم ليبتس انا اكلتها الفات، وكمان الكوليسترول ايستر، وكمان الفوسفوليبيد. ازاي اعمل دايجيشن للفات والفوسفوليبيد والكوليسترول ايستر؟ قال لك والله المين ليبت في الاكل هو الفات، وعشان هو المين ليبت الانزيم اللي بيعمل له دايجيشن بسميه لايبيز. وعندي كذا نوع من اللايبيزز موجودين في جسمي، في انزيم بسميه لينجوال لايبيز الاكل في بقه لفتره طويله. النوع الثاني من اللايبيزز بسميه الجاستريك لايبيز، والجاستريك لايبيز برضو دوره مينيمال لان البي اتش اوف الاستومك قليله، وبالتالي الجاستريك لايبيز ما يعرفش يشتغل. لكن دوره بيزيد يا دكاتره في الانفنت، لان الانفنت البي اتش اوف ذا ستومك ليس اسيدك من 4 ل 5، وبالتالي ممكن يشتغل كويس. وكمان الانفنت بياكلوا ميلك، والميلك فيه شورت وميديم تشين فاتي اسيد، فاسهل في الدايجيشن، دوره زايد عند الانفنت. اهم بقى لايبيز انزيم بسميه بانكرياتيك لايبيز، والبانكرياتيك لايبيز هو اهم لايبيز، وبيكسر التاج للجليسترول وثلاثة فاتي اسيد. لكن هو في كاركتر انه بيشيل الفاتي اسيد اللي قاعد نمبر 1 وقاعد نمبر 3، وما يعرفش يشيل الفاتي اسيد اللي في نمبر 2، فهو يشيل الفاتي اسيد اللي في نمبر 1 ويعمل تاج، واللي في نمبر 3 ويعمل 2 ماك. قلنا 10 دقايق مش نص ساعة. اللي فات ده اللي فات ليه؟ فبشيل الفاتي اسيد اللي في نمبر 1 اعمل ده، واللي في نمبر 3 واعمل 2 ماك. ما يعرفش هو بقى يشيل الفاتي اسيد اللي في نمبر 2، فبيجي انزيم اسمه ايزومريز. الايزومريز يشيل الفاتي اسيد اللي في 2 ويخليها في 1 او في 3، يشتغل بقى ويشيلها ويحول التاج لجليسترول و3 فاتي اسيد. لكن البكتيريا لابيز ما يعرفش يشتغل لوحده، لازم في مساعدين بيساعدوه. بيساعدوا بروتين بسميه كولايبيز. الكولايبيز ده بيطلع برده من البنكرياس وبيهلب اللايبيز تو بايند ويز اتس سبستريت. كولايبيز. الحاجه الثانيه لازم يساعدوا ايمالسيفاينج ايجنت، فاكتور يعمل ايمالسيفيكيشن للفات. وكلمه ايمالسيفيكيشن يا محسن يعني احول الفات دروبلت الكبيره لفات دروبلت صغيره. ايه هما الايمالسيفاينج ايجنت؟ الفوسفوليبيد والبايل سولت، وكمان المونو اسايل جليسترول والداي اسايل جليسترول يشتغلوا ايمالسيفاينج ايجنت. يبقى عشان يشتغل بانكرياتيك لايبيز محتاج الكولايبيز، وكمان محتاج الايمالسيفاينج ايجنت. اللايبيز الرابع بسميه انتستاينال لايبيز، والانتستاينال لايبيز ورك لوكالي جوه الانتستاينال سيل، ويكسر ال 1 ماج الى جليسترول فاتي اسيد. يبقى في 4 لايبيزز، في لينجوال لايبيز وفي جاستريك لايبيز وفي بانكرياتيك لايبيز وفي كمان انتستاينال لايبيز، ودول كلهم يعملوا دايجيشن للتراي ستار جليسترول. طيب بالنسبه للكوليسترول ايستر، الكوليسترول ايستر بيكسرها انزيم اسمه كوليسترول استريز، يطلع فاتي اسيد وكوليسترول. طيب بالنسبه للفوسفوليبيد بيكسرها انزيم اسمه فوسفولايبيز اي 2، يطلع فاتي اسيد ولايزو فوسفوليبيد. يبقى فاينلي هلاقي البرودكت اوف دايجيشن هي فاتي اسيد و1 ماج و2 ماج وجليسترول، وكمان هلاقي كوليسترول وهلاقي لايزو فوسفوليبيد. كل ده البرودكت اوف دايجيشن. انا كده هضم وكسرت الليبيدز اللي اكلتها، وموجوده هذه الليبيدز اللي متكسره جوه الانتستينال كافيتي. انا عايز بقى اعرف ازاي اعمل ادزوربشن لهذه الليبيدز. يبقى هتكلم معاكم عن الادزوربشن.
عشان اوصف الابزوربشن انا هرسم الانترسبانسل. والانترسبانسل ليها تو بوردر، البوردر المواجه للكافيتي اوف ذا انتستين اسميه برانش 2 مكتوب عليها. البوردر المواجه للكافيتي اوف ذا انتستين اسميه برانش بوردر، والبوردر المواجه للدم اسميه بيزل بوردر. ركز معايا، انا والله اكلت او كريستيرول ايستر واكلت فوسفوليبيد واكلت ديتان. يلا بقى ركز، كوليسترول ايستر اتكسر لكوليسترول وفاتي اسيد، فوسفوليبيد اتكسر للايزو فوسفوليبيد وفاتي اسيد، التاج بالبنكرياتيك لايبيز بقى داك، بالبنكرياتيك لايبيز بقى 2 ماك، بايزومريز بقى 1 ماك، اشتغل اللايبيز وحوله لجليسترول وفري فاتي اسيد. يقول لك والله الجليسترول وكمان الشورت تشين فاتي اسيد والبايل سول دول يحصل لهم دايركت ابزوربشن ويروح على طول على الدم. جليسترول شورت تشين فاتي اسيد وبايل سولت على طول دايركت ابزوربشن ويروح على البورتال سيركيليشن. اما الحاجات الثانيه بقى اللي هي الاثنين ماج واللونج تشين فاتي اسيد وكمان الوان ماج، حجمهم كبير ما ينفعش يدخلوا لوحدهم كده الا انتستانال سيل، وكمان معظمهم هيدروفوبيك. فبيحصل ايه؟ قال لك يشبكوا مع البايل سولز اللي موجوده في الكافيتي اوف ذا انتستين ويعملوا حاجه بسميها ميكسد مايسل. يبقى يشبكوا مع البايل سول ويعملوا ميكسد مايسل، والميكسد مايسل دي تاخد البرودكت اوف دايجيشن وتدخلها جوه الميكوزال سيل. يعني الفاتي اسيد يدخل جوه الميكوزال سيل، الاثنين ماج جوه الميكوزال سيل، الوان ماج تدخل برده جوه الميكوزال سيل بمساعدة الميكسد مايسل. طيب ايه مصيرهم؟ قال لك الفاتي اسيد جوه الميكوزال سيل تقابل انزيم اسمه فاتي اسيد سايوكاينيز تحوله الى ايسايل كوي. الاثنين ماج ياخد اثنين ايسايل كوي ويعمل تاج. والوان ماج يتكسر بالانتستامال لايبيز اللي قلناها حالا ويدي جليسترول وفري فاتي اسيد. وما تنساش كمان داخل الكوليسترول وداخل اللايزوفوسفوليبيد. الكوليسترول مع ايسايل كوي كوليسترول استر. لايزو فوسفوليبيد مع ايسايل كوي فوسفوليبيد. الله انت عملت ايه؟ انت رجعت التاج مره كمان تاج، ورجعت كوليسترول استر كوليسترول استر، ورجعت فوسفوليبيد مره كمان فوسفوليبيد. انت كده عملت ايه؟ انت رجعتهم تاني. امال كسرتهم ليه في الكافيتي؟ انا كسرتهم في الكافيتي يا دكاتره عشان حجمهم كبير وما كانش ينفع يدخلوا هما كبار كده الانتستينال سيل، فكسرتهم عملت لهم دايجيشن. ولما دخلتهم في الكافيتي، لما دخلتهم في الميكوزال سيل عملت لهم ري استريفيكيشن، شبكتهم مع فاتي اسيد ورجعت التاج مره اخرى تاج كوليسترول استر كوليسترول استر فوسفوليبيد فوسفوليبيد. طيب هل دول ينفعوا يعدوا البيزل بوردر ويروحوا على الدم؟ قال لك برضه ما ينفعش لان حجمهم كبير. امال الحل ايه؟ قال لك بيشبكوا مع بروتين ويعملوا لايكو بروتين كومبلكس اسمها كايلو مايكرون، بحيث ان البولر بارت في الوول والنان بولر بارت زي الكوليسترول ايستر وتاج في الكور، وعملوا اللايكو بروتين كومبلكس اسمها كايلو مايكرون. دي الكايلو مايكرون يا ترى بتروح البورتال سيركوليشن؟ برضه لا، حجمها كبير، البورز بتاع الغاز مثل ما تعديهاش، لكن تعدي من البورز اوف لمفاتيك وتروح اللمفاتيك اوف ذا انتستين اللي اسمها انتستانال لاكتيانز، ومنها بتروح على السيسترنا كايلي، ومنها على المين ثوراسيك داك اللي بتفتح في الليفت النومينيت فين، اللي بيفتح في السوبيرو فينا كيفا، اللي يروح على الهارت ومنه على السيستميك سيركوليشن. هقول تاني ازاي اعمل ابزوربشن؟ قال لك والله الجليسرول والبايلسول والشورت تشين فاتي اسيد دايركت ابزوربشن. اما ال1 ماج وال2 ماج وكمان اللونج تشين فاتي اسيد ما ينفعش يعدوا الهيدروفوبيك، يشبكوا الانرمين مع البايلسول ويعملوا ميكسد مايسل. الميكسد مايسل تدخلهم جوه الانتستينال سيل توجذر مع الكوليسترول لايزوفوسفوليبيد. طيب ال1 ماج يحصل له ايه؟ بالانتستينال لايبيز يديني جليسترول فاتي اسيد. طيب الفاتي اسيد يحصل له ايه؟ بالسايوكاينيز يدي ايسايل كوي. اتنين ماج باتنين ايسايل كوي تاج. واللايزوفوسفوليبيد يرجع فوسفوليبيد. كوليسترول يرجع كوليسترول ايستر. يبقى انا عملت لهم ري استريفيكيشن ورجعتهم مره اخرى كوليسترول ايستر فوسفوليبيد تاج.
طيب وبعدين قال لك يشبكوا مع بروتين ويعملوا لايف بروتين كومبلكس اسمهم كايلو مايكرو يروح على الليمفاتيك اوف ذا انتستين لاكتيوم سيستم ناكايلي ليفت النومينال ابلاس جوراسيك داكت ثم ليفت النومينال ثم سيبروف النكيفه هارت سيستميك سيركيليشن يبقى يا دكاتره الليبيد بتروح في الاول على الليمفاتيك بعكس الجلوكوز اللي بيروح على البورتال سيركيليشن وبعكس الامينو اسيد اللي بيروح برده على البورتال سيركيليشن الليبيد هي الوحيده اللي ابزوربت وتروح الاول الليمفاتيك ومنها على السيستميك سيركيليشن انا عملت ابزوربشن اهو للليبيد لازم اتكلم بقى معاكم عن الفيد اوف ابزوربد ليبيد ايه مصير الليبيدز دي اللي عملت لها ابزوربشن ايه الفيد اوف ابزوربد ليبيد قال لك والله الفيد حاجه من اللي جاتي ذكرهم اول حاجه ابتيك باي تيشوز الليبيد دلوقتي موجوده في السيستميك سيركيليشن اي حد عايز ليبيد ياخد ازاي بيحصل ابتيك اوف ليبيد قال لك يوجد انزيم هام جدا 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 يسمى لايبوبروتين لايبيز يا دكتور لايبوبروتين لايبيز ده اسمه السايت موجود فين موجود في الفاسكولار اندوثيليوم اوف اكسترا هيباتيك تيشوز فاسكولار اندوثيليوم اوف اكسترا هيباتيك تيشوز مينلي ماسل وكمان اديبوس تيشو يبقى موجود في الفاسكولار اندوثيليوم اوف اكسترا هيباتيك تيشوز mainly muscle وكمان adipose tissue قال لك attached للوول of blood vessel by heparan sulfate يعني شابك للوول of blood vessel بالheparan sulfate الانسولين وكمان الابو سي 2 وكمان يا دكاتره الفوسفوليبيد وكمان الهيبرين يعملوا detachment يفكوه من heparan sulfate ويخلوه اكتف فيشتغل بروتين لايبيز على الكيلومايكرو ويعمل هيدروليسيس للتاج كونتنت اوف كالومايكرو الى جليسترول وفري فاتي اسيد الجليسترول ابتيكن باي ليفر وكيدني فور جلوكوجينيسيس والفري فاتي اسيد باوند على الالبومين ديكاشن وتروح للاكسترا هيباتيك تيشوز وكمان الباقي يبقى ابتيكن باي ذا الكلام ده في منتهى الاهميه واللايف بروتين لايبيز من اهم الانزيمات اللي علينا انا بتكلم عن الفيت اوف ابزوربد ليبيد وبقول الفيت اوف ابزوربد ليبيد واحد ابتيك باي تيشوز موجوده الليبيد في صوره كالومايكرو وموجوده في السيستم سيركيليشن اللي عايز ليبيد ياكل ازاي بيحصل ابتيك قال لك والله الانزيم اسمه يا محسن لايبوبروتين ده اسمه مكانه في الفاسكولار اندوثيليوم من جوه اوف اكسترا هيباتيك تيشوز مين اللي ماسل واديبوس تيشو انكور اتاتشد للوول اوف بلاد فيسل بنزيم اسمه ايه؟ سوري بجاج اسمه ايه؟ هيبرانس والانسولين والفوسفوليبيد والايبو سي 2 وكمان الهيبرين يعملوا ديتاشمنت يفكوه من هيبرانس سلفيت ولما يتفك من هيبرانس سلفيت بقى اكتف ويشتغل على الكايرومايكرو ويعمل هيدروليسيس للتاج اللي فيها للجليسترول وكمان فري فاتي اسيد جليسترول ابتيكن باي ليفر وكيدني اشمعنى؟ اصل فيهم جليستروكاينيز ويعرفوا يعملوا لها جلوكوجينيسيس والفري فاتي اسيد تشتغل على مين؟ على الالبومين والالبومين ياخد الفري فاتي اسيد لكل الاكسترا هيباتيك تيشو والباقي يبقى ابتيكن باي ايه؟ باي ليفر دي اول فيت ابتيك باي تيشو الفيت الثاني يا مي اسمه يوتيلايزيشن واليوتيلايزيشن يعني اوكسيديشن وايه؟ وستورج اوكسيديشن اوف فاتي اسيد عن طريق بروسيس اسمها بيتا اوكسيديشن اكسد الفاتي اسيد واطلع انرجي والبيتا اوكسيديشن دي يا عبد الرحمن بتحصل فيدنج ولا فاستنج؟ فاستنج طبعا الفاتي اسيد اوكسيديشن مين اللي مع الفاست او كمان ستورج وستورج ده دكتور اخزن الفات اللي انا اكلته في الاديبوس تيشو واعمل حاجه اسمها ديبو فات المخزن بتاعي او اديبوس تيشو الديبو فات المخزن بتاعي او ممكن بقى اعمل بي تيشو فات طبعا تيشو فات لان السيل ميمبرين فيه ليبيد ويد البروتين واحد لواحد التيشو فات ده اللي موجود في السيل ميمبرين جاي منين؟ جاي من الفاتي اسيدز اللي طالعه من الكلام ايه كمان مصير؟ قال لك ممكن اعمل بيها بيولوجيكالي امبورتنت كومباوند مركبات هامه في جسمي ده الايكوزانويدز استنى اعمل اراكيدونيك قدام نضارك كمان الاستيرويدز يبقى الايكوزانويد والاستيرويد تصنع من الفاتي اسيد كمان يا دكتور
لو عملت ده ولسه في فاتي اسيد كتيره في جسمي ممكن اعمل لها اكسكريشن، والاكسكريشن والفاتي اسيد تطلع في السيبر. هو الجلوكوز عامل اكسكريشن ازاي؟ لا في لو زاد 180 في اليورين. اما لو زاد الفاتي اسيد في السيبر، وكمان ممكن اعمل للفات ده كونفرجن تو جلوكوز. هو ايه في الفاتي تو جلوكوز؟ حاجتين، اول حاجه جليسرول والتاني حاجه اوليك شين. يبقى يا جماعه انا اكلت ليبت وعملت جيش وعملت ابزوربشن، وبتكلم على الفيت اوف ابزوربت ليبت. اول فيت يا دكتور ابتيك بمساعده انزيم اسمه لايبوبروتين لايبيز، الثانيه يوتيلايزيشن اوكسيديشن وستورج. اوكسيديشن بيتا اوكسيديشن، ستورج اعمل ديبو فات، وكمان ممكن اعمل بي تيشو فات يدخل في تركيب السيل ميمبرين في التيشو. وكمان يا دكتور اعمل بي بايولوجيكالي امبورتنت كومباوند استرويد وكوزينورتس، او اعمل له كونفرجن تو جلوكوز الجليسرول وكمان اوديشن فاتي اسيد. ولو عملت ده كله ولسه في جلوكوز كتير في لسه في فات كتير في الجسم، اكسكريشن فين؟ في السيليشس سكريشن عن طريق السيليشن فلاند. طيب جميل، دلوقتي بقى هبدا اتكلم عن الميتابوليزم مفتاح. بس قبل ما اتكلم عن الميتابوليزم مفتاح، ممكن سؤال يجي اكونت في الامتحان وما دامه خفيف شويه، يقول لك give an account على importance of bile salt in lipid metabolism. هي البايل سولت مهمه للدايجيشن ولا للابزوربشن؟ الاثنين. البايل سولت مهمه للدايجيشن عشان عملت ايه؟ مالتيفيكيشن للفات، ومهمه للابزوربشن عشان عملت حاجه اسمها ميكسد مايسن وشالت البرودكت اوف دايجيشن دخلتهم جلوكوز اسيد. بس السؤال ده لو جه اكونت او جه انيوميريت لازم تبقى واضح كده ايه وفاهم كويس. البايل سولت مهمه دايجيشن وابزوربشن، دايجيشن عملت مالتيفيكيشن وابزوربشن عملت ميكسد مايسن ودخلت البرودكت اوف دايجيشن جوه الميكوزا سيل. ادخل بقى معايا الميتابوليزم اوف تاج، والميتابوليزم اوف تاج ده كذا حاجه. بتكلم على الميتابوليزم اوف جليسرول، بتكلم على السنس اوف تاج اللي هو لايبوجينيسيس، كاتابوليزم اوف تاج اللي اسمه لايبوليسيس، سنس اوف فاتي اسيد، اوكسيديشن اوف فاتي اسيد. نبدا مع بعض ميتابوليزم اوف جليسرول. الجليسرول يا جماعه بيحصل له ميتابوليزم بانزيم اسمه جليسروكاليز، والجليسروكاليز موجود في ثلاث اماكن لا رابع لهما: ليفر، كيدني، انتست. والجليسروكاليز بيحول الجليسرول الى جليسرول 3 فوسفيت، والجليسرول 3 فوسفيت اعمل بيه حاجه من ثلاثه. اول حاجه ممكن اعمل له استريفيكيشن، يعني اشبك فيه فاتي اسيد واعمل تاج. الحاجه الثانيه احوله لذهب، والذهب مصيره حاجه من اثنين: يا اما اكمل بيه في جلايكوليسيس ويديني بايروفيت، يا اما امشي بعكس الجلايكوليسيس يعني اعمل جلوكونيوجينيسيس بلان جلوكوز. يبقى الميتابوليزم والجليسترول، الجليسترول ميتابولايزز بجليسترول ليفر كدني انتست، ويحول الجليسترول لجليسترول ريبوسفيت. وجليسترول ريبوسفيت يا اما اعمل له استريفيكيشن واكون تاج، يا اما اعمل له كونفرجن تو ذهب بجليسترول ريبوسفيت دايتروجينيز، والذهب يا اما اكمل بيه في الجلايكوليسيس واعمل بايروفيت، يا اما امشي بعكس الجلايكوليسيس واعمل جلوكو نيوجينيسيس واكون بايروفيت. بس خلي بالك انت لازم عشان تعمل تاج يكون عندك جليسترول ثريبوسفيت، واهم مكان لتصنيع التاج هو اديبوس تيشو، والاديبوس تيشو ما فيهوش جليستروكاينيز. ازاي اديبوس تيشو يعمل جليسترول ثريبوسفيت مع ان ما فيهوش جليستروكاينيز؟ جلايكوليسيس تدي ذهب والذهب تدي جليسترول ثريبوسفيت. يبقى التيشوز اللي ما فيهاش جليستروكاينيز بتكون جليسترول ثريبوسفيت من الجلايكوليسيس، تدي ذهب والذهب تحوله لجليسترول 3 فوسفيت. طيب جميل جدا جدا. في عندك جدول تيشو فات وديبو فات، ده مش مهم خالص الجدول ده، ما تبصلوش اصلا، خليه يا عم اشطب يا عم حتى في الشيخ الكلي خليه. ده الميتابوليزم اوف جليسترول. نتكلم بقى على السنس اوف تيج. الدكاترة التاج هو اهم ليميت موجود في جسمي، وبالتالي السنس اوف تيج اسمه لايبوجينيسيس، تصنيع تاج اسمه لايبوجينيسيس. فلو قلت لك ديفاين لايبوجينيسيس او السنس اوف تاج، يحصل فين سيتوزول طبعا اوف الاديبوس تيشو اوف ليفر ولاكتيتنج ميموري جلاند. وخطواته ثلاثه، لازم عشان اعمل تاج يبقى عندي فاتي اسيد في الاكتو 4 اسميه ايسايل كوي، ولازم يبقى عندي جليسترول اكتو 4 اسميه جليسترول 3 فوسفيت، ولازم اضيف الايسايل كو اي على الجليسترول 3 فوسفيت، والبروسيس دي اسميها استريفيكيشن.
مين طالب مجرم يقول لي ليه اسمها اس ريديكيشن؟ احمد دول زح ومصطفى فاشل. انا بطلع على اسد على الكول، بعمل اسد بضيف فادي هي دي بضيف فادي اسد على الجليسرول ولا الكول وبعمل استر بوند. لما بعمل استر بوند البروس مع استريفيكيشن ماشي حل. اعمل ايسايل كويه ازاي بينزيم اسمه فاتي اسيد سايكينيز. الفاتي اسيد سايكينيز بيحول الفاتي اسيد لايسايل كويه. الفاتي اسيد بدل يا اما جاي من الفاتي اسيد سينثيسايزبل بالدينوفو سينس اوف فاتي اسيد، يا اما جاي من فاتي اسيد جاي من دايت، حاجه من الاثنين ده او ده. الفاتي اسيد يا اما سينثيسايزبل يا اما جاي من دايت. طيب جليسترول سيفوسفيت بقى، انا اديبوس تشو وما عنديش جليستروكينيز، اعمل منين جليسترول سيفوسفيت؟ جلايكوليسيس، اعمل ذهب والذهب بتتحول لجليسترول سيفوسفيت. خلي بالك بقى هو الجلوكوز ترانسبورتر اللي موجود في الاديبوس تشو ان جلوت كام؟ اربعه. ديبندنت ولا اندبندنت؟ ديبندنت. الله، يبقى خلي بالك معايا وركز في دي قوي. دلوقتي الاديبوس تشو عنده جلوت 4 اللي هو انسولين ديبندنت، ما يدخلش الجلوكوز جوه الاديبوس تشو غير ان بريزنس اوف انسولين، يعني فيدنج. لو سيادتك فيدنج وعندك انسولين عالي الجلوت 4 هيشتغل ويدخل جلوكوز الاديبوس تشو، يحصل جلايكوليسيس ويطلع ذهب، الذهب يتحول لجليسترول تريبوسفيت، يحصل له استريفيكيشن ويعمل ايه؟ يقول لك اكسبلين واي absence of glycerokinase in adipose tissue is important regulatory mechanism. فعلا عدم وجود glycerokinase في adipose tissue يخلي اللايبوجينيسيس وتكوين التاج يحصل فقط وقت الفاستنج. ليه؟ سوري وقت الفيدنج فاستنج فقط وقت الفيدنج. ليه؟ يقول لك والله اصل ما فيش glycerokinase في adipose tissue، وبالتالي المصدر الوحيد للجليسترول تريبوسفيت هو الجلايكوليسيس، والجلايكوليسيس لازم عشان تحصل يكون فيه جلوكوز، والجلوكوز عشان يدخل الاديبوس تيشو لازم اكون فيه فيدنج وانسولين عالي وجلوت 4 يشتغل ويدخل جلوكوز. يا جماعه بليز، احنا بكره حصتنا ان شاء الله عايزينها 8 الصبح ولا عايزينها 1 ونص بعد الصلاه؟ 8 اللي موافق 8 الصبح يرفع ايده. اللي موافق 1 ونص بعد الصلاه يرفع ايده. 8 الصبح بكره ان شاء الله يا جماعه. يبقى 8 الصبح. 8 يا دكتور. 8 8 ولا 9 9؟ 8 8 ونص. 8 ونص. ونص. لازم لازم عشان نخلص طبعا بكره اخر حصه لازم 8 ونص يبقى. نكمل بس. يبقى absence of glycerokinase يخلي الليبوجينيسيس تحصل بس وقت الفيدنج. انا فيدي في انسولين عالي جلوت 4 يشتغل فيدخل الجلوكوز ويحصل جلايكوليسيس يطلع ذهب جليسترول تريبوسفيت اصلنا تاني. لكن تخيل بقى انا فاستنج يبقى مفيش انسولين جلوت 4 ما يشتغلش وما يدخلش جلوكوز في الاديبوس تيشو ومفيش ذهب ومفيش جليسترول مفيش لايبوجينيسيس. يبقى ابسنس اوف جليسروكينيز يخلي اللايبوجينيسيس في الاديبوس تيشو تحصل فقط وقت الفيدنج. مين مش فاهم يا جماعه؟ ده في الاكسرسايز بقى مالناش دعوه بيه في المصل مالناش دعوه بيه. بص يا انجي، تخيل لو في جليسروكينيز في ال ايه في الاديبوس تيشو كان اي جليسترول موجود يتحول لجليسترول تريبوسفيت واعمل تاج فيدنج بقى فاستنج اي حاجه. لكن دلوقتي مفيش جليسروكينيز وبالتالي المصدر الوحيد لجليسترول تريبوسفيت هو الجلايكوليسيس، والجلايكوليسيس دي لازم اكسر جلوكوز، والجلوكوز ما يدخلش اديبوس تيشو غير وقت الفيدنج فقط لا غير، لان جلوت 4 انسولين ديبندنت. وبالتالي لو انا فيدنج وعندي هاي انسولين جلوت 4 يشتغل يدخل جلوكوز جلايكوليسيس ذهب جليسترول تريبوسفيت تاج. لو انا بقى فاستنج ومفيش انسولين ما يشتغلش وده كله ما يحصلش. يبقى ابسنس اوف جليسروكينيز خلى اللايبوجينيسيس في الاديبوس تيشو تحصل فقط وقت الفيدنج وما تحصلش وقت الفاستنج، وده المطلوب طبعا. انا مش معقول يا ابني يعني اكون فاستنج وابني تاج، لو انا فاستنج بكسر تاج، وبالتالي وانا فيدنج فقط ابني تاج. ماشي الحال؟ يبقى ده الجليسترول تريبوسفيت. بقى عندي سايل كو اي وبقى عندي جليسترول تريبوسفيت، اضيف ده على ده واعمل في الاخر تاج باي استريفيكيشن. طبعا الباث واي بتاع الاستريفيكيشن مش مهم، يعني احط واحد ومش عارف ايه والكلام ده مش مهم. لا لا ما مش هتيجي يعني من تويك رياكشن في الامتحان.
تقول لك ميتابوليك رياكشن ازاي اكون ده؟ مثلا تعملها الله براحتكم. انا بقول لكم المهم ولا مش مهم، انتوا بقى براحتكم براحتكم، وعندكم فرصه تذاكروا كله تذاكروا كله. انا بقول لك اللي مهم واللي مش مهم دي مش مهمه، ما تديش كتير. عايز ما تذاكرهاش ما تذاكرهاش كده. خلصنا اللايبوجينيسيس اللي هو السينس اوف تك. ندخل بقى على حاجه مهمه قوي 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 اسمها لايبوليسيس. ولايبوليسيس يعني بريك داون اوف تك. اي كلمه اخرها لايسيس هعرفها واقول بريك داون. فالديفينيشن اوف لايبوليسيس بريك داون اوف تك انتو جليسترول وفاتي اسيد. الكي انزيم بتاع الليبوليسيس انزيم اسمه HSL هرمون سنسيتيف لايبيز. الهرمون سنسيتيف لايبيز بيشيل الفاتي اسيد اللي في نمبر 1 ونمبر 3 زي لايبيز. ما اعرفش يشيل الفاتي اسيد في نمبر 2 فيطلع لي ماج واثنين فاتي اسيد. يجي انزيم بقى اسمه ماج لايبيز مونو اسايل جليسترول لايبيز، يروح مكسر الماج لجليسترول وفاتي اسيد. يبقى اللايبوليسيس بتحصل بتو انزيمز، الاهم هو هرمون سنسيتيف لايبيز وهيلبت باي ماج لايبيز. لكن مين الكي انزيم؟ هرمون سنسيتيف لايبيز هو الكي انزيم. لما كسر التاج لجليسترول و3 فاتي اسيد الجليسترول كان معتاد ابتكن باي ليفر وكيدني فور جلوكوجينيسيس، والفاتي اسيد على الالبومين يروح للكسر الهيباتيك تيشوز والباقي بتاعه يروح على الليفر. طيب المهم قوي ومتوقع في الامتحان هو الريجوليشن اوف لايبوليسيس. اكتب الدياجرام بتاعه ده وطلع مين من اهم الدياجرامز بتاع الريجوليشن اللي عليه. الكي انزيم اوف لايبوليسيس اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز، والهرمون سنسيتيف لايبيز از بريزنت ان تو فورمز دي فوسفوريليتد او فوسفوريليتد فورم. مين الاكتف فورم يا مان؟ مين اكتف فورم؟ دي في عيني. هو بيبني ولا بيكسر؟ بيكسر الاكتف فورم. ايه؟ يبقى الهرمون سنسيتيف لايبيز الاكتف فورم بتاعه هي الفوسفوليتد فورم. فالشياسين معتاد هرمون سنسيتيف لايبيز اهو دي فوسفوليتد فاكتب عليه بي ان اكتف، وهرمون سنسيتيف لايبيز اهو فوسفوليتد فايه اكتف. اللي بيحول الدي فوسفوليتد يا نوره للفوسفوليتد انزيم اسمه بروتين كاينيز، صح ولا غلط؟ واللي بيحول الفوسفوليتد دي فوسفوليتد لايبيز فوسفاتيز. والبروتين كاينيز ده اكتيفيتد بمين؟ بالسايكليك ام بي. جاي منين؟ جاي منين؟ اي تي بي بقى ادينايليت سايكليز ويكسر بمين؟ فوسفوليتد ولا ايه؟ فوسفودايستريز لفايف برايم ام بي. الانسرين يعمل اكتيفيشن لمين؟ فوسفودايستريز وكمان الانسرين ياكتيفيت اللايبيز فوسفاتيز. جلوكاجون وادرينالين يعملوا اكتيفيشن للادرينالين سايكليز. مين اكتر جلوكاجون ولا ادرينالين؟ ايوه قلنا الايفكت اوف ادرينالين على اليبوس تيشو والماسل اعلى. طيب جميل جدا جدا جدا. عايز اتكلم بقى واقول ريجوليشن، ودايما في ريجوليشن زي ما عودتك ارجع عقل ومصر. سيادتك فيني وعندك جلوكوز عالي في الدم، هل تعمل لايبوليسيس وتكسر التاج اللي متخزن في جسمك؟ فمرض ايه ما عندك جلوكوز؟ مين الهرمون اللي بيطلع وقت الفيدنج؟ الانسولين. ده بالعقل وبالمنطق كده. الانفريت ياكتيفيت ولا ينهبت اللايبوليسيس؟ ينهبت. العقل بيقول كده والمنطق بيقول كده والكيمياء بتقول كده. وانا فيدنج يطلع انسولين فياكتيفيت فوسفودايستريز فيكسر السجل كيم بي الى 5 برايم ام بي. يقل الليفل اوف سايكليك ام بي. البروتين كاينيز ده ما يشتغلش ان اكتف، وبالتالي الهرمون سنسيتيف لايبيز دي فوسفوريليتد، وبالتالي يبقى ان اكتف وما يشتغلش وما عملش لايبوليسيس ولا فيدنج. ده كمان الانسولين ياكتيفيت اللايبيز فوسفاتيز يخلي الفوسفوريليتد فورم دي فوسفوريليتد. في الحالتين الانزيم بتاعي دي فوسفوريليتد ان اكتف، وهذا المطلوب وقت الفيدنج. الفاستنج بقى انا فاستنج والجلوكوز قليل في الدم، يعني ما عنديش جلوكوز اعمل لايبوليس ولا ما اعملش؟ واللي بيطلع وقت الفاستنج الهرمونات اللي اسمها انتي انسولين. كل الانتي انسولين كل الانتي انسولين تاكتيفيت اللايبوليس. هما مين يا دعاء الانتي انسولين؟ انسولين؟ بقول لك انتي انسولين. قولي انسولين حرام عليكي.
حرام عليكي. مين هم؟ خلاص بقى خلاص. طيب قولي يا سارة مين قد ايه؟ وجلوكوز. يبقى الجلوكاجون والادرينالين والبروسترمون والجلوكوتيكويد وكمان الثيروكسين كلهم اسمهم انتي انسولين وكلهم يزودوا اللايبوليز. الجلوكاجون والادرينالين ركز معايا بيعملوا اكتيفيشن لادرينالين سايكليز وبالتالي يحولوا اي تي بي لسايكليك ان بي، يزيد السايكليك ان بي ينشط بروتين كاينيز يعمل فوسفوريليشن للانزيم، والانزيم لما يبقى فوسفوريليتد يبقى اكتف ويعمل لايبوليز. بص بقى الباقيين بيعملوا بقى الثيروكسين. يا جماعه مش ينفع الموبايلات، يا جماعه مش ينفع واحد رايح على الجيم شغال. حد كمان هيكلم الموبايل؟ نعمل بريك للموبايل. الثيروكسين بوتنشيت الايفكت اوف جلوكاجون وادرينالين على الادرينالين، يعني بيخلي الادرينالين سايكليز مور سنسيتيف تو جلوكاجون وادرينالين وبالتالي بيزود الليفل. كمان يا دكتور الجروس هرمون بيعمل اندكشن للادرينالين سايكليز، يعني بيزود الكوانتيتي بتاع الادرينالين سايكليز. والجلوكوكورتيكويد بتعمل اندكشن للهرمون سنسيتيف فابيز. الله، ده كل الانتي انسولينز بيزود الليفل. جلوكاجون وادرينالين يعملوا اكتيفيشن للادرينالين سايكليز، والثيروكسين بيبوتنشيت الايفكت بتاعها، وجروث هرمون اندكشن للادرينالين سايكليز، وكورتيكويد اندكشن لنفس الانزيم اللي اسمه هرمون سنسيتيف لايبوليز. وده يا جماعه اكتر انزيم في الدنيا افكتد باي هرمونز، كل هرمونات جسمي بتاثر عليه، وعشان كده اسمه هرمون سنسيتيف لايبوليز. يقول لك ليه اسمه هرمون سنسيتيف؟ لانه سنسيتيف لكل الهرمونات، كله بيأثر عليه. والله انا شغال من 8 الصبح، ممكن اشتغل 8 بالليل عادي، مش مشكله بالنسبه لي، انا بستمتع بالشرح والله. ايه ناخد ايه والله؟ في شوفير تحت العماره يوصلك لغايه البيت يا ترى. البطاطجيه في البلد فين؟ بتطفي مش فاهم. يلا خلاص، هي بالظبط ربع ساعه. يا جماعه عشان خلصت بكره خمسه، لا خمسه ايوه لابد ساكتين، كنا خلصنا دلوقتي. يلا بقى، يبقى هو اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز عشان كل الهرمونات بتاثر عليه. خلي بالكم بقى في نان هرمونال ريجوليشن، يقول لك الكافيين بينهبت الفوسفودايستريز وكده بيزود ولا بيقلل اللايبوليسيس؟ بيزود، عشان بيزود السايكليك ان بي. كمان البروستاجلاندين اي 1 والنيكوتينيك اسيد بينهبت الادرينالين سايكليز، يبقى بيزود ولا بيقلل؟ بيقلل. طالما بيقلل ادرينالين سايكليز يبقى بيقلل السايكليك ان بي. تاني بقى ركز معايا، ركز معايا، الكلام ده مهم. الريجوليشن دي جايه في امتحان، الريجوليشن دي جايه في الامتحان. بقول نان هرمون كافيين بينهبت الفوسفودايستريز وبالتالي بيقلل تكسير السايكليك ان بي، يعني بيزود السايكليك ان بي وبالتالي بيزود الفوسفوريليشن، يبقى ده بيأكتيفيت اللايبوليز. اما بروستاجلاندين اي 1 والنيكوتينيك اسيد بيقلل ادرينالين سايكليز وبالتالي بيقلل ليفل السايكليك ان بي، يبقى كده ضد الفوسفوريليشن وبالتالي بيقلل اللايبوليز. مين مش فاهم؟ كلنا فاهمين معايا يا جماعه؟ مين هو النيكوتينيك اسيد يا احمد؟ مين هو انا؟ ما اقولكش وظيفته ايه؟ هو مين؟ فيتامين بي 3. نيكوتينيك اسيد هو النياسين. ايوه. دلوقتي مش معنى دلوقتي ان الكافيين بيأثر على
لا هو بيأثر على الحته بتاع اللابوريس يعني بيشتغل بس ما ديبوستش مش حاجه ثانيه فديبوستش فقط لا غير ملوش علاقه بالحياه الثانيه خالص لكن ده بس ما ديبوستش نعم نعم ده من ايه خاص باللابوريس يعني الكلام ده بس خاص باللابوريس فقط الريجوليشن دي مهمه قوي 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 جميل يبقى خلصنا اهو ريجوليشن اوفوليس كسرت يا جماعه التك ها بيزوق كسرت التاج للجليسترول وفاتي اسيد الجليسترول راح ليفر وكيدني فور جلوكوجينيسيس الفاتي اسيد اتشال على الالبومين والالبومين وداه لكل مناطق جسمي اللي عايز فاتي اسيد ياخده الالبومين يخبط على التيشو يا تيشو انت عايز فاتي اسيد اه عايز طب خلاص خد فاتي اسيد انت عايز لا لا مش عايز خلاص مش مهم ما تاخدش يبقى خد التيشو الفاتي اسيد وهيبدا يعمل له بقى فاتي اسيد اوكسيديشن في ثلاث طرق للفاتي اسيد اوكسيديشن على حسب الكربون اللي بعمل لها اوكسيديشن لو بعمل اوكسيديشن للبيتا كربون اسميها بيتا اوكسيديشن الفا كربون الفا اوكسيديشن اخر كربونه اللي بسميها اوميجا كربون اسميها اوميجا اوكسيديشن مين اهم يا احمد الفا ولا بيتا ولا اوميجا البيتا ده حتى لو عملت الالفا شوت بي فولد باي البيتا وحتى لو عملت الاوميجا شوت بي فولد باي بيتا وبيتا البيتا اوكسيديشن هي اهم طريقه للاوكسيديشن اوف فاتي اسيد وعشان كده هتكلم عنها بالتفصيل وهقول البيتا اوكسيديشن اوف فاتي اسيد ايه الديفينيشن اوف بيتا اوكسيديشن اوكسيديشن اوف فاتي اسيد تو ستايل كوين اكسد الفاتي اسيد الى ستايل كوين طيب السايد فين المره اللي فاتت قلت لهم كلمه جولدن رول قلت لهم اي تفاعل او اي باسوي تنتهي بتصنيع ستايل كوين مكانها مايتوكوندريا اي تفاعل بيطلع ستايل كوين تماما مكانه مايتوكوندريا يبقى البيتا اوكسيديشن مكانها فين في الميتوكوندريال ماتريكس اوف اول سيلز especially liver يبقى الميتوكوندريال ماتريكس خليها موست بلا شغل ميتوكوندريال ماتريكس اوف موست سيل especially الليفر الليفر له قدره كبيره وغير محدوده على الاوكسيديشن اوف فاتي اسيد طب ايه الستبس اوف بيتا اوكسيديشن ثلاثه اول خطوه اكتيفيشن اوف فاتي اسيد الخطوه الثانيه ترانسبورت اوف فاتي اسيد من سيتوزول لميتوكوندريا وهي ما تسمى بكارنيتين شاتل الخطوة التالتة هي الستبس اوف بيتا اوكسيديشن نبدأ واحدة واحدة اكتيفيشن اوف فاتي اسيد الاكتيف فورم اوف فاتي اسيد يسمى ايسايل كوين لو عندي اهو فاتي اسيد بنزيم اسمه فاتي اسيد سايتوكينيز اسمه التاني مهم ايسايل كو اي سنسيتيز وطالما السنسيتيز يمين محتاج اي تي بي ولا مش محتاج بيدخل اي تي بي يطلع اي ام بي بلس بي بي اي اللي بتتكسر لبي اي وبي اي انا خسرت كام هاي انرجي بوند هنا؟ اثنين يبقى هنا تو هاي انرجي بوند ايكويفالنت لتو اي تي بيز ار لوس ويتحول الفاتي اسيد الى ايسايل كو اي وبقى اكتف فورم فاتي اسيد اوعى تنسى خطوه الاكتيفيشن فيها تو اي تي بيز ار لوس اثنين هاي انرجي بوند ايكويفالنت لاثنين اي تي بي يقول لك لو الايسايل كو اي ده شورت او ميديم تشين فاتي اسيد مفيش اي مشكله يروح معدي الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين ويعدي الانر ميتوكوندريال ميمبرين ويدخل الماتريكس يتاكسد لكن لو هو لونج تشين ايسايل كو اي يعدي الاوتر لكن ما يعرفش يعدي الانر الانر ميتوكوندريال ميمبرين از امبيربل تو لونج تشين ايسايل كو اي الحل لازم يكون عندك طريقه تنقل اللونج تشين ايسايل كو اي من السيتوزول الى الميتوكوندريا وهذا ما يدعى بكارنيتين شاتل مهمه قوي الرسمه مش علينا مش متحدده في الدياجرامز لكن يعني تفاصيلها مهمه مش متحدده مش علينا يعني مش هتيجي دياجرام بس اسهل من السلام هي بقى يعني لو جت ترسميها ده يا جماعه الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين ده السيتوزول ده الانتر ميمبرين سبيس ركز معايا بقى وده الانر ميتوكوندريال ميمبرين وده الماتريكس يا اماني طلبت كليه الطب عندهم كابتن ولا عندهمش كابتن كام كابتن؟ اثنين كابتن ولا كتير قوي؟ بس يعني من الاثنين يعني في واحد اسمه كابتن 1 وده موجود على الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين وفي واحد اسمه كابتن 2 وده موجود على الانر ميتوكوندريال ميمبرين وكمان في انزيم اسمه فاتي اسيد سايتوكينيز
موجود برضو على الاوتر مايكرو ميمبرين. الفاتي اسيد اورجانيز بياخد الفاتي اسيد ومعاه اي تي بي ومعاه كو اتش ويحوله الى اسايل كو اي. ده حصل فين التفاعل ده؟ حصل في السيتوزول. لو هو شورت او ميديم تشين اسايل كو اي هيعدي ويدخل جوه يروح الماتريكس. مشكلتي لو هو ايه؟ لونج تشين اسايل كو اي هيعدي الاوتر ميتوكوندريال ميمبرين اهو اسايل كو اي، لكن ما يعرفش يعدي الانر ميتوكوندريال ميمبرين. طيب اعمل ايه؟ قال لك في ماده اسمها كارنيتين. الكارنيتين يساعد الاسايل كو اي انه يدخل الماتريكس. ازاي؟ قال لك هجيب اسايل كو اي مع كارنيتين بانزيم اهو اسمه كابت 1. بص بيحصل ايه؟ الكارنيتين يقول الاسايل كو اي هو انت شايل ايه يا كو اي؟ قال له شايل اسايل. انت بقى يا كارنيتين شايل ايه؟ قال له مش شايل حاجه. طيب ما تشيل عني شويه؟ قال له ماشي موافق. الكارنيتين ياخد الاسايل ويعمل اسايل كارنيتين ويطلع الكو اش مش شايل حاجه ويطلع بره عشان يدخل في التفاعل ده مره كمان. وبقى عندي اسايل كارنيتين الفاتي اسيد متشال على الكارنيتين. الاسايل كارنيتين ينفع يعدي الانر ميتوكوندريال ميمبرين ويدخل اهو الماتريكس از اسايل كارنيتين ويلاقي الانزيم اسمه كابت 2 يفعله مع الكو اش واعكس التفاعل اللي جوه. الكو اش يروح واخد الاسايل ويعمل اسايل كو اي والكارنيتين يطلع لوحده از كارنيتين مش شايل حاجه. انا محتاج في السبيس كارنيتين وبيطلع في الماتريكس كارنيتين يروح معدي كارنيتين من الماتريكس للسبيس. فيبقى عندي في الانر ميتوكوندريال ميمبرين ترانسبورتر وظيفته يدخل اسايل كارنيتين من السبيس للماتريكس ويطلع كارنيتين من الماتريكس للسبيس. الترانسبورتر اسمه كارنيتين اسايل كارنيتين ترانسلوكيز. اسمه كارنيتين يا جماعه اسايل كارنيتين ترانسلوكيز وده انتي بورتر. وبالطريقه دي بقى عندي اسايل كو اي جوه الماتريكس اقدر اعمل له بيتا اوكسيديشن. الامتحان ساعات يقول لي منشن ذا سايت اوف ذا فولوينج انزايم ويقول لي فاتي اسيد سايتوكينيز ده مكانه فين؟ اوتر بارت اوف اوتر ميتوكوندريال ميمبرين. كابت 1 انر بارت اوف اوتر ميتوكوندريال ميمبرين. طب كابت 2 انر بارت اوف انر ميتوكوندريال ميمبرين. الكلام ده مهم. يبقى الفاتي اسيد سايتوكينيز او الاسايل كو سنسيتيز اوتر اوف اوتر. كابت 1 انر اوف اوتر. كابت 2 انر اوف انر. وبالطريقه دي بقى عندي اسايل كو اي اهو في الميتوكوندريال ماتريكس سو اكتف وريدي عشان اعمل بيتا اوكسيديشن. ايه الستبس اوف بيتا اوكسيديشن؟ هدخل بقى في الاكشوال ستبس. انا عندي يا جماعه اهو اسايل كو اي سي مثلا في 16 كربون عايز اعمل له بيتا اوكسيديشن. يقول لك البيتا اوكسيديشن تتعمل باربع انزيمات اسمهم كولكتيفلي على بعض فاتي اسيد اوكسيديز. اول انزيم اسمه اسايل كو اي دايهيدروجينيز يدخل فات يطلع فات اتش 2. يقول لك الاسايل كو اي دايهيدروجينيز ده في منه انواع. في نوع سبيسيفيك للشورت تشين فاتي اسيد، ميديم تشين فاتي اسيد، لونج تشين فاتي اسيد، في لونج شين فاتي اسيد. كل مجموعه من الفاتي اسيد ليها سبيسيفيك اسايل كو اي دايهيدروجينيز. دخل الفات طلع فات اتش 2 وحولت الاسايل كو اي لدلتا 2 ترانس اينويل كو اي. عملت في دبل بوند دلتا 2 ترانس اينويل كو اي. الدلتا 2 ترانس اينويل كو اي انزيم اسمه هيدروتيز بيضيف ميه يديني بيتا هيدروكسي اسايل كو اي. البيتا هيدروكسي اسايل كو اي بيدي هيدروجينيز يدخل ناد ويطلع ناد اتش بلس اتش يديني بيتا كيتو اسايل كو اي. البيتا كيتو اسايل كو اي هيتقسم نصين بانزيم اسمه سايوليز ولما يتقسم نصين يطلع منه كربونتين في صوره اسيتايل كو اي ويطلع لي اسايل كو اي شورتر من اللي بدات بيه بكربونتين. يعني لو بدات بواحد 16 ده في كام ده؟ 14. ممكن يدخل انذر سايكل وبيتا اوكسيديشن يدخل انذر سايكل يلف لفه ويطلع لي واحده اسيتايل واسايل كو اي ب 12 لفه كمان اسيتايل و10 اسيتايل و8 اسيتايل و6 وهكذا الى ان يصبح جميع الكربونز بتاع الاسايل كو اي في صوره اسيتايل كو اي. عشان كده بوصف البيتا اوكسيديشن واقول دي مالتي سايكليك بروسيس.
سايكل ورا سايكل ورا سايكل، وكل سايكل بطلع كربوتين في صوره استايل كويد. عندي اربع انزيمات شغالين، استايل كويد هيدروجينيز، الهيدراتيز، البيتا هيدروكسي استايل كويد هيدروجينيز والسايوليز، وفي كل سايكل اطلع كربوتين في صوره اسيتايل كويد. جميل. ايه وظيفه البيتا اوكسيديشن؟ قال لك وظيفه البيتا اوكسيديشن هي برودكشن اوف انرجي، اطلع طاقه. طيب ازاي احسب بقى الانرجي اللي طالع من البيتا اوكسيديشن؟ عشان تحسب الانرجي اللي طالع من اي فاتي اسيد لازم تحسب حاجتين. الفاتي اسيد ده بيطلع كام اسيتايل كو اي، وكمان في كام سايكل كام اسيتايل كو اي، لان كل واحده اسيتايل بتطلع 12 اي تي بي، وكام سايكل ليه؟ عشان كل سايكل بتطلع واحده فات اتش 2 كام اي تي بي، وواحده نال اتش ريستريشن كام اي تي بي. يعني السايكل الواحده بتطلع كام اي تي بي؟ 5. يبقى لازم احسب كام اسيتايل وفي كام سايكل. كام اسيتايل اجيبها ازاي؟ قال لك النمبر اوف كربون على 2، لان كل اسيتايل كربونتين. وكام سايكل يعني ايه؟ قال لك النمبر اوف اسيتايل ناقص 1، يبقى عدد الاسيتايل كو ايه هي عدد الكربون ديفايدد باي 2، وعدد السايكل هي عدد الاسيتايل ناقص 1. مثال محلول، لو قلنا مع بعض البالميتيك اسيد اللي فيه 16 كربون بيطلع كام اي تي بي، لازم احسب بيطلع كام اسيتايل. لو هو فيه 16 كربون يا ندى يطلع كام اسيتايل؟ انت نمت يا ندى؟ كام اسيتايل يا ندى؟ مش معايا خالص. 8 يا ندى، 8 اسيتايل كوين. كام سايكل يا ندى؟ برافو يا ندى، اكسلنت، 7 سايكل. اصل يا ندى النمبر اوف اسيتايل هو النمبر اوف كربون ديفايدد باي 2، وده 16 ديفايدد باي 2 يبقى كام؟ برافو عليكي 8. والنمبر اوف سايكل هي النمبر اوف اسيتايل ماينس 1، ف 8 ماينس 1 بكام؟ ما بتقولش برضه، انا بكلم اختي الصغيره وبرضه ما فيش غلط. يبقى 8 اسيتايل في 7 سايكل، كل سايكل بكام اي تي بي؟ 5. يبقى 7 في 5 بكام؟ 35. وكل اسيتايل ب 12، 8 في 12 بكام؟ 8 في 10 ب 80، و2 في 8 ب 16 يبقى 96. معلش بص على الشمال ده، انا بحسب كام سايكل؟ كام سايكل ايه؟ كام يعني البالميتيك اسيد طلع كام؟ 7 8 اسيتايل في كام سايكل؟ في 7. في 7 سايكل. يعني لف 7 لفات. وكل لفه بتطلع 5 تي بي. يبقى 7 في 5 ب 35 و8 في 12 ب 96، احسب الاثنين مع بعض يطلع 131. يبقى كومبليت اوكسيديشن اوف بالميتيك اسيد كام تي بي؟ مش 131. لازم اطرح الاثنين بتوع الاكتيفيشن. اطرح الاثنين بكام؟ ب 129. فلو قلت بقى كومبليت اوكسيديشن اوف بالميتويل كويت يمسك كام تي بي؟ لا انا قلت بالميتيك ولا بالميتويل؟ لو قلت بالميتيك ده ان اكتف، يبقى هسالك اتنين فقط دول اكتيفيشن فاطرح اتنين وقول 129. لكن لو قلت بالميتويل كو اي ده اكتف ما اطرحش الاثنين. يبقى لو الفاتي اسيد في اخره كو اي ما اطرحش الاثنين، لو الفاتي اسيد في اخره اسيد اطرح الاثنين. مثال غير محلول، لو قلت لك كومبليت اوكسيديشن اوف لوريك اسيد 12 ولوريك اسيد ده 12 كربون، نشوف مين يحسب اسرع. 25. انت كاتبها عندك يا ناصح، انت ناصح كاتبها عندك طبعا. اللوريك اسيد ايه ده؟ ها؟ انت هتاكل ورا ولا ايه؟ لا مش طب ربنا معاك شغال. طب نرجع 12 كربونه ب 6 ستايل بخمسه سايكل، 6 بخمس سايكل، 5 بخمسه ب 25، و 6 ب 12، 10 ب 6 ب 60 ب 72، احسب هتلاقيهم 97. انا قلت لوريك اسيد ولا لوريك كو ايه؟ اسيد. يبقى اطرح ويبقى 95. ما انا قلت لوريك اسيد يبقى ده ينكتب يا احمد. فلازم اطرح 2 اي تي بي بتاع اول خالص الاكتيفيشن خالص. لما احول الفاتي اسيد الى سايكل كويت، لكن لو قلت لك كو اي لوريل كو اي يبقى هو اكتف ما تروحش. فهمت ازاي؟ جميل جدا. كمان الستايل كو اي اللي طالع من البيتا اوكسيشن يا جماعه
وظيفته في الاسيتايليشن رياكشن يعني اعمل استيليشن. كمان لو اتكلمت عن ريجوليشن اوف بيتا اوكسيديشن، ازاي اعمل ريجوليشن اوف بيتا اوكسيديشن؟ ثلاث حاجات. اول حاجه على حسب الافيلابيليتي اوف سبستريت، لو في فاستنج وانتي انسولين ولايبوليسيس كتير وعندي هاي ليفل اوف فاتي اسيد هيزيد البيتا اوكسيديشن، لو فيدنج وانسولين ولايبوليسيس قليل يبقى لو ليفل اوف بيتا اوكسيديشن، ده حسب الافيلابيليتي اوف سبستريت. كمان حسب الاي تي بي اي دي بي ليفل، لو عندي هاي ليفل اوف اي تي بي توقف البيتا اوكسيديشن، لو ليفل اوف اي تي بي تنشط البيتا اوكسيديشن. وكمان على حسب المارونايل كوي، المارونايل كوي ده مركب بيطلع في الفاتي اسيد سينثيسيس، وما ينفعش اعمل فاتي اسيد اوكسيديشن في الوقت اللي اعمل فيه فاتي اسيد سينثيسيس. فلو بعمل فاتي اسيد سينثيسيس وعندي مارونايل كوي هينهبت الكابت 1 فيوقف الايه البيتا اوكسيديشن. يبقى الريجوليشن حسب افيلابيليتي اوف سبستريت، ليفل اوف اي تي بي، وكمان المارونايل كوي هينهبت الكابت 1. جميل. خلي بالك الكلام ده ابلايد على الايفنشين فاتي اسيد. لو عندي فاتي اسيد ايفنشين اخره كله هيبقى استايل كوي، لكن لو عندي فاتي اسيد اوديت شين الاوديت شين فاتي اسيد اخر خمس كربونات تدخل سايكل بتاع البيتا اوكسيديشن يطلع منه استايل كوي وبروبيونايل كوي. البروبيونايل كوي بقى ايوه ممكن يدي جلوكوز، فعشان كده الاوديت شين فاتي اسيد كان جيف جلوكوز، اما الايفن شين فاتي اسيد كانوت جيف جلوكوز. نكتفي بهذا القدر النهارده ونكمل بكره ستارت ان شاء الله. انت عايز نكمل؟ انا عايز اكمل يا جماعه. ارفع عينك. احنا جبنا اكلنا ونطلع احلاوي. نكمل يعني؟ من ورا قلبكم انا عارف.